بسم الله الرحمن الرحيم. في السريع كده نيومارك ميثود، طبعا الفيديو هقول بس فيه انت تحل بيها ازاي. الفكرة من نيومارك ميثود ان على عكس الهارمونيك فورس، انا ما اقدرش اعبر عن الفورس بمعادلة يعني، فبقسم بقى ايه، بقعد احل على انكريمنت صغيرة. دي الفكرة العامة يعني. هتلاقيك فتحت الفورمولا شيت ولقيت المعادلات الكتير اللي قدامك دي، وتخضيت وبتاع وكل حاجة، ولا يهزك ولا يهزك. انا عايزك تمشي معايا واحدة واحدة، هتلاقي الموضوع يعني هو بس ايه، خطوات، هو مجرد خطوات، انما غير كده هو ما فيهوش اي فكرة. تمام؟ طبعا هو بيقول لك يا تحل بافريج ميثود يا باللينير ميثود. لو ما قالكش يبقى انا هحل باللينير ميثود، لو هو ما قاليش فهستعمل يعني الفاكتورز دي بس. فكرة لينير ولا افريج هتفرق معايا بس في اللي هي الفاكتورز اللي معايا. طيب يبقى احنا ايه باي ديفولت اللي هي اللينير ميثود دي. طيب ايه خطوات الحل اصلا؟ انت لازم تمشي الخطوات واحده واحده علشان ايه ما تطلعش. اول حاجه زي اي مساله قبل كده، بحسب لنفسي الام والكي. لو هو مش معايا بحسب الام والكي، ام اللي هي الويت على 9.81، والكي على حسب بقى شكل الباوندري كونديشنز بتاعتي. الام والكي دول انا اقدر اجيب منهم اوميجا ان، صح، اللي هي بتساوي جذر كي على ام، واقدر اجيب برضو حاجه اسمها تي ان اللي هي بتساوي ايه، اوميجا على او 2 باي على اوميجا، صح. مظبوط، 2 باي على اوميجا. بعدين هجيب الكوهيجن، تمام، هجيب السي، والسي انا عارف ان ايه العلاقه اللي موجود فيها السي بتاعت الكويجن دي. انا عارف ان الزيتا بتساوي سي على سي كريتيكال، صح، والسي كريتيكال دي كنا بنقول عليها 2 ام اوميجا ان. حلو كده، احنا اللي معرفين التسميات دي. فلو حبيت اجيب السي لوحدها هقول ان السي بتساوي 2 ام اوميجا ان زيتا، تمام. يبقى انا كده لنفسي جبت ايه، جبت سي، جبت تي ان، جبت الاوميجا ان. عادي، حسابات زي قبل كده يعني، ما فرقتش حاجه عن المثال القديم. كل ده ما فرقش حاجه عن المثال القديم، ممكن نقول على دي كلها خطوه واحده. طيب خطوه اتنين بقى، محتاج احدد. انا قلت لك ان النيو مارك ميثود فكرتها ان انا همشي حته حته، تمام، اقعد احسب ايه الفورس والديسبليسمنت حته حته. فانا علشان اعرف اعمل ده محتاج يبقى معايا الانيشال كونديشن. ايه الانيشال كونديشن؟ محتاج يبقى معايا يو نود ويو دوت نود ويو دبل دوت نود. ايه الكلام ده؟ يعني الديسبليسمنت والفيلوسيتي والاكسلريشن عند تايم زيرو، محتاج دول يبقوا معايا. طيب بالنسبه لي الديسبليسمنت والفيلوسيتي لو ما اداهملكش افرضهم بزيرو، يعني الانيشال ديسبليسمنت والانيشال فيلوسيتي لو ما جابش سيرتهم هفرضهم بزيرو. طب اليو دبل دوت اجيبها ازاي؟ اليو دبل دوت عموما انا اقدر اجيبها من المعادله الجنرال بتاعتنا، صح. انا عارف ان في معادله بتقول ام يو دبل دوت، صح، زائد سي في يو دوت زائد كي في اليو بيساوي بي اوف تي، صح طبعا، او بي يعني، كل دول فانكشن في التايم يعني. فلو انا حطيت عند تايم زيرو وحبيت اجيب يو دبل دوت زيرو، هتساوي بي عند صفر ناقص سي يو دوت عند صفر ناقص كي في يو عند صفر، صح، كونفرت ايه ده، يو عند صفر، الكلام ده كله مقسوم على الناس. يبقى فكرة المعادلة التانية دي هي جاية من ده اصلا، ام يو دبل دوت زائد سي يو دوت زائد كي يو بيساوي الفورس. وهو بيبقى مديني الفورس، يا اما بيديني الفورس ك بي اوف تي، يعني بيديها لي بس بالمنظر ده بس نبقى متخيلين، مع التايم. يقول لي بقى الفورس بتطلع كده وتنزل كده، ممكن تقلب، تمام. يا اما بيديني الفورس، يا اما بيديني حاجه اسمها جراوند اكسلريشن، اللي هو يو دبل دوت اللي هي جراوند اكسلريشن، مش اكسلريشن، ده حاجه وده حاجه، دول مش نفس الشيء، ماشي. ف وتلاقيه برضو مديهولك حاجات كده نفس التكسير. في الحالة اللي هو هيديني فيها جراوند اكسلريشن، محتاج بس ابقى واخد بالي ان الفورس بي اوف تي
هتساوي نيجاتيف ام مضروبه في يو جراوند دبل دوت تي. يعني من الاخر السالب ده هو بس انا عارف ان الفورس بتساوي ام ايه ماشي ماس في اكسلريشن، بس ايه اخد بالي بس من حته النيجاتيف دي ماشي. طيب كده انا معايا ايه من تاني خطوه؟ انا اول خطوه خلاص جبت شويه ايه البروبرتيز بتاعت المبنى اللي هي الفريكوانسي والبريودك تايم والكوهيجن، بعدين جبت الباوندري كونديشنز ماشي. يبقى ممكن اقول ايه على دول البروبرتيز، بعدين جبت الباوندري كونديشنز. ليه بعملهم كده؟ علشان بس تعرف تحفظهم. جبت البروبرتيز، جبت الباوندري كونديشنز، المفروض بختار بعدها الستيب سايز ماشي. مش احنا قلنا هناخد ستيبس، فبختار الستيب سايز. الستيب سايز على حاجه من اتنين، يا اما هو هيديهولك، يا اما تاخد التي ان دي تقسمها على 10. يعني لو تي ان دي 0.1 سكند، خده انت 0.01 حلو كده. بس هي ده الستيب سايز. انك ايه لازم الستيب سايز يبقى اقل من او يساوي التي ان على 10. طيب بعد ده بقى خلاص انا كده ايه فرشت زي ما نقول كده، احنا فرشنا للمسألة. اقدر بقى اخش احسب A1 و A2 و A3 واحسب معاهم كده. يبقى انا هعمل الخطوات اللي قلت لك عليها دي، بعدين هخش حتى بترتيب التشارت اللي هو مديهوني او الفورمولاز اللي هو مديهاني، هحسب A1 A2 A3 وكي هات. حلو كده جميل. حسبت انا دول من الاخر. يعني لما تبص بقى في المعادله مثلا بتاعت A1، واحد على بيتا في دلتا تي سكوير. طب البيتا هو مديهوني هو برقم، قال لك بواحد على الستة مثلا في اللينير ميثود في دلتا تي سكوير. دلتا دي، طب ما انا لسه مختار انا الستيب سايز، واخد بالك جميل. الكلام ده مضروب في الماس، طب ما انا معايا الماس، زائد جاما، الجاما بنص مثلا، على بيتا اللي هي 1 على 6 مضروبه في دلتا تي مضروبه في الكوهيجن. فاذا من الاخر اصلا يعني المعادله دي كلها انا هي حاجات معايا، يعني هو تعويض مباشر في حاجات معايا كلها معايا. حلو كده. نفس الكلام في A2 A3، هحسب الحاجات دي الثلاث ارقام دول، واحسب حاجه اسمها كي هات. كي هات هتساوي كي زائد الاي 1. حلو كده. كده انا خلاص بدات بقى اخش في المعادله. كده هخش في الايتريشنز الخطوه اللي جايه ان احنا او يعني في الستبس. خلينا نقول يعني انا دلوقتي خلاص عملت كل حاجه قبل ما اخش في الستبس. دلوقتي هخش في الستبس ايه بقى؟ لكل ستيب انا زي ما قلت لك انا همشي بدلتا تي. يعني مثلا ايه، هبقى الاول واقف عند تايم بيساوي 0، بعدين عند 0.01، بعدين عند 0.02، بعدين عند 0.03 وهكذا. خدت بالك؟ فعند كل تايم من دول ده هقول عليه تي 0 مثلا، ده تي 1 تي 2 وهكذا لحد ما اوصل لتي ان مثلا. خدت بالك؟ دي الستيبس بتاعتي. طيب عند كل ستيب بقى هحسب شويه الحسابات. تعال اول ايه نتاخر ده شويه عشان حاسه عايزه يتاخر شويه ماشي. عايزك تركز معايا بقى في دول، دي الحسابات اللي بتتكرر عند كل ستيب. هو بيقول لك على الستيب ان هي اي بلس 1. فلو انا بقول على الاي بصفر، يعني انا بتكلم هنا على الفيرست ستيب ماشي. وهنفهم ليه هو حاطط اي بلس 1 دلوقتي، لان هو مستعمل الحاجات من الستيب اللي قبلها. يعني هو بيقول لك لو انا واقف عند ستيب ما هحسب حاجه اسمها بي هات. فبي هات بتساوي البي عند الستيب، ودي حاجه جيفن، ده جيفن من الشارت صح. شو بيبقى مديني تشارت كده يقول لي ان دي البي اوف تي ودي التي، ويقعد يعمل لي كده الكلام مكسر. فاذا البي اي بلس 1 دي من الشارت، بعدين اي 1 ده انا لسه حاسبه، يو اي ايه اليو اي ده الديسبليسمنت في الستيب اللي قبل دي. يعني دلوقتي من الاخر انا عند ستيب انا في الستيب الثالثه، فعايز احسب بي هات 3 ماشي. بحسبها هنا بي هات 3 هتساوي ايه؟ هتساوي بي 3 تمام الفورس عند الستيب الثالثه زائد اي 1 ده رقم ثابت هنحسبه مضروب في الديسبليسمنت 2.
تمام زائد E2 مضروب في velocity 2 زائد A3 مضروب في acceleration 2. يعني عند الستيب التالتة خدت الفرصة التالتة وبعدين ايه الباوندري كونديشنز بتاعتي كأنها ايه الستيب اللي قبلها. عشان كده كنت محتاج اصلا عشان ابتدي المعادلة دي او ابتدي الطريقة دي محتاج يبقى معايا اصلا U0 او U node ويو دوت نود ويو دبل دوت نود عشان اعرف اصلا امشي في المعادلة دي محتاج دول معايا. خلاص حسبت البي هات ديا هلاقي نفسي بحسب يو ويو دوت ويو دبل دوت للستيب اللي انا فيها عشان هاخدهم في اللي بعدها. يعني انا دلوقتي عند الستيب الثالثه تمام حسبت بي هات وبعدين احسب يو ويو دوت ويو دبل دوت 3 صح. يعني انا احسب عند الستيب دي دلوقتي يو 3 ويو دوت 3 ويو دبل دوت 3 عشان هاخدهم بقى واحسب بيهم بي هات 4 صح. وبعد ما احسب بي هات 4 هقوم حاسب يو 4 ويو دوت 4 ويو دبل دوت 4 وهكذا بقى لحد ما ايه اخلص كل الستيبس اللي عندي. وهرص الكلام ده عندي في جدول وهشوف اليو ماكسيمم في كل الستيبس دي. دي كده اليو ماكسيمم لو بقدر على اليو ماكسيمم واقدر اقول ان البي ايكويفالنت هي اليو مضروبه في الكي بتاعت السيستم واقدر ارسم بيها بيندنج مومنت زي زمان. هي بس الفكره في كل يعني كل الفكره في ده بس. احنا كده مشينا النيو مارك شغال ازاي. تعالى بقى نحل مسألة او اتنين على حسب ما ايه احس انه كفاية على الشيت. دول المسائل الشيت عمر كان بعتهم. تعالى نقرأ السؤال بس بيقولك ايه single degree of freedom. طبعا احنا اخدناش حاجة تاني. structure subject to ground acceleration. ما تنساش بقى ground acceleration ان احنا نقول ان الفورس هتساوي ايه نيجاتيف الماس يو دبل دوت صح. جميل. طيب given h مديني ايه بيقول لي استعمل نيومارك ميثود لينير اكسلريشن الزيتا ب 5% وبعدين بيقول لي هات الماكسيمم دايناميك ديسبيسمنت. يعني هو عايز اليو ماكسيمم يعني انا هقسم واحسب الستبس كلها واشوف اليو الكبيره. بعدين بيقول لي قصاد اليو ماكسيمم دي ارسم بيندنج مومنت. يو ماكسيمم دي هقوم قايل ان البي ايكويفالنت بيساوي كي في يو ماكسيمم واقوم حاطط ال يعني هحط الفورس البي ايكويفالنت دي في اتجاه الحركه واقوم راسم بيها بيندنج مومنت ما فيهاش اي مشكله. طيب تعالى نخش على الحل بقى. تعالى مثلا ايه ناخد هذا الفيجر. تعالى نرسمه تحت الفيجر ده يا سيدي ومديني تحتيه لو خدت بالك بقى ايه دي ال صحيح ده دي الجراوند اكسلريشن مديني الفيجر بتاعه. تعالى بقى ايه ناخد ده لتحت ونشوف هنشتغل عليه ازاي. طيب هنمشي بنفس الترتيب. انا على فكره مش هحسب المساله انا هحسبها معاك فيعني الحل هيبقى ريال تايم جدا يعني فللاسف يعني. طيب اول حاجه كانت ليفر. انا عايز احسب اول حاجه الماس فالماس هيساوي 700 على 9.81 دي حاجة بسيطة هيديني 71.356 بإيه؟ طن ولا كيلو جرام؟ طن لأن دي كيلو نيوتن. أنا همشي معاك برضو إيه عايزك تاخد بالك أوي من اليونتس. طيب ده الإم. طب الكي بقى الكي هو أنا الحركة فين؟ في أنهي اتجاه هنا؟ الحركة هنا في هذا الاتجاه صح؟ فإذا هل السبرنج ده داخل معايا ولا لأ؟ داخل معايا. طب داخل بالكي بتاعته ولا مثلا كي كوزاين سكوير؟ لا بالكي بتاعته كامله عشان هو مش انكلايند مثلا بهذا المنظر. لا هو عمودي على الحركه ولا هو انكلايند، فاذا هو بهذا المنظر داخل معايا، فاذا هقول ان الكي بتاعت السيستم هي كي الكانتليفر زائد كي السبرينج، صح؟ طب كي السبرينج جاهزه 1300، كي الكانتليفر بقى اجيبها ازاي؟ هقول لنفسي كي الكانتليفر هي 3 اي اي على ال كيوب بس كده. طب انا عرفتها منين؟ هقول لك صلي على النبي، انا عارف ان ده كده لو طول ال تمام وانا عندي فورس بهذا المنظر اف اقدر ارسم ليها بيندنج مومنت هيبقى بهذا المنظر او تعالى نحطها 1 طن الاول ده 1 فده هيبقى 1 في ال صح. اقدر من هنا اعمل فيرتشوال ورك الدلتا بتساوي 1 على الاي اي مضروبه بقى ايه في نص في ال في ال في 2 على 3 ال خدت بالك حاجه زي كده يعني.
فالاتنين دي هتروح مع الاتنين دي، ولاقي ان الدلتا بتساوي ال كيوب على 3 اي اي، اقلبها الكي هتساوي 3 اي اي على ال كيوب. انا عارف الكلام ده خلاص، ماشي. طيب ف3 اي اي على ال كيوب هجمع عليها ال 1300. طيب 3 اي اي هو مديهاني، خلي بالك 7.2 في 10 اس 5 بكيلو نيوتن متر. اليونت ممكن ايه يعني لو هو حب يبقى رخم جدا يبوظها عليك. ف 7.2 في 10 اس 5 مضروبه في 3 مقسومه على، وخلي بالك دي الاي اي على بعض، مقسومه على 6 تكعيب بقى كيوب. هجمع عليها ال 1000 دي بكام اصلا؟ دي ب 10000. خلينا ايه نبقى عارفين، 10000 زائد 1300 هيديني 11300. جميل الكلام ده. كيلو نيوتن بقى ايه زي ما احنا، انت حركت الكلام ليه، كيلو نيوتن بير متر. طيب جميل جدا كده، انا حسبت الكي والام، اقدر احسب بقى الاوميجا ان اللي هي جذر كي على ام. اذا هقوم قايل جذر 11300 على 71.356 هيديني 12.584 راديان بير سكند. هقدر اجيب منه التي ان، صح؟ التي ان بيساوي 2 باي على الاوميجا، صح؟ يساوي ايه؟ 2 باي على الانسر هيديني 0.499، ممكن ايه حتى 4993، ماشي؟ جميل. لا تقريبا 5 يعني. طيب يبقى انا لو حبيت دي تقريبا 5 يعني، احنا ممكن نقول ان التايم هنا 0.5 سكند. لو انا حبيت بقى اخد ستيب سايز، انا عارف ان هي خطوه 3 هي الستيب سايز، اخد الستيب سايز ايه؟ ماكسيمم 0.05 سكند. ده كده الدلتا تي بالنسبه لي. طب لو بصيت هنا على الكيرف ده هلاقي ان هو ماشي ايه 0.05 اهي، بعدين 0.1 0.152 يعني هو اصلا الكيرف اللي هو مديهوني متقسم على 0.05 حلو، لان ايه الكسره دي ماشيه على 0.05 بس، فاذا دي حاجه لطيفه اني الاقي. طيب كده من الخطوات اللي فوق كانت ايه، احنا كده جبنا اول خطوه بتاعه الام والكي والكلام ده. تاني خطوه محتاج الباوندري كونديشنز، ان احنا خلاص جبنا الستيب سايز حتى متخيلين، فاذا محتاج الباوندري كونديشنز. هل هو جاب لي سيره في السؤال هنا؟ ما جابليش سيره، فاذا هقول ان اليو اليو دوت او اليوز نود اند يو دوت نود هيساوي صفر. فاذا هيفضل لي ان اليو دبل دوت نود هتساوي ايه؟ هتساوي الفورس عند الصفر ناقص صفر ناقص صفر، لان الترمين دول مضروبين في صفار على الام. طيب البي نود انا عارف ان الفورس هي سالب ام اكسلريشن، صح؟ يعني انا ممكن اكتب لنفسي هنا ان البي تي هتساوي سالب ام وبعدين يو دبل دوت جي اوف تي، صح؟ انا عارف هذا الكلام، هو سالب الماس في الاكسلريشن ده. طيب عند تايم صفر الاكسلريشن بصفر، فاذا اقدر اقول ان البي اوف زيرو هنا بيساوي صفر، فاذا ده بصفر هو كمان، فاذا اليو دبل دوت برضه بصفر. فاذا انا طلعت بالباوندري كونديشن ان كلهم سواء اليو او اليو دوت او اليو دبل دوت التلاته بصفار، فدي كده الباوندري كونديشن. وتالت حاجة احنا هنختار الستيب سايز ان الدلتا تي بتساوي كام؟ خلينا نقول انها بتساوي 0.05 سكند. حلو كده؟ جميل. بعدها بقى هخش في الايتريشنز. انا متخيل عندي الستيب سايز 0.05، فانا هقف عند تايم 0.05 وتايم 0.1 تايم 0.15 تايم 0.2، انا عندي اربعة نقط هقف عندهم واحسب. جميل. طيب تعالى نحسب الاول عند تايم 0.05، صح؟ بس قبل ما احسب كده معلش احنا محتاجين نحسب الكونستانتس دي، صح؟ اللي هي الاي 1 والاي 2 والاي 3 والكي هات، بعدها هنخش في الايتريشنز. فاذا تعالى نحسبهم سوا كده، احنا ممكن نقول ان دي خطوه 4 بقى. خطوه 4 انا بحسب الكونستانتس، انا عارف انها هشتغل لينير ميثود، فالجاما بتاعتي اول حاجه الجاما بنص والبيتا بواحد على الستة. بعدين هخش بقى احسب A1 و A2 و A3. A1 هتساوي كام؟ هتلاقيها بقى واحد على بيتا في T سكوير في M،
اهي، واحد على بيتا دلتا تي سكوير في ام، زائد جاما على بيتا دلتا تي في الكوهيجن. طيب انا ما جبتش الكوهيجن، شفت نسيت الكوهيجن. طب خلاص انا عارف دلوقتي ان انا محتاج اجيب الكوهيجن، فممكن اقوم مرحل كل الكلام ده، خد بالك اصلا. هوب كده، وتقوم ايه منزله بس شويه، عشان انا دلوقتي محتاج احسب الكويجن لسه في اول خطوه. كويجن بيساوي 2 ام اوميجا ان في زيت. كنت حاسس ان في حاجه ناقصه. طيب ما علينا، مش راضيه تترسم هي البتاع. طيب الماس معايا والاوميجا ان انا لسه جايبها هنا اهي، صح؟ انا دلوقتي انا معايا الماس اهو، معايا الاوميجا ان اهي، ف والزيت اهو جيفن، مديهاني بكام؟ مديني الزيت اهي ب5%، اذا الراجل مديني كل حاجه، يعني الراجل ايه. طيب فاتنين في الماس اللي هو 71.356 في اوميجا ان اللي هي 12.584 في الزيتا اللي هي 0.05، الكلام ده كله هيديني 89.794 ماشي. ده الكوهيجن. لو حبيت اعرف اليونتس بتاعته، انا عارف الزيتا يونتلس، ده كيلو جرام وده راديان بير سكند، يعني كيلو جرام بير سكند او طن بقى بير سكند ماشي. طيب نكمل. خلاص دلوقتي هعرف اجيب الـ A1، فـ A1 هتساوي واحد على ستة مضروبة في 0.05 سكوير مضروب في الام اللي هو 71 مش عارف 0.356 زائد جاما نص على 1/6 مضروب في 0.05، صح؟ مضروب في كويجن، كويجن اللي هو احنا لسه مطلعينه 89.794 كده. جبت الـ A1، فإذا بدل ما أقول 1/1/6 ممكن أحط الستة فوق على طول، 6/0.05 سكوير مضروبة في 71.356 زائد هحط فوق 3 اللي هي 6.5 يعني على 0.05 مضروبة في 89.794، ده هيديني مش عارف 17.6642 بوينت 04. طبعا مش محتاج اقول لك ان انا ممكن اغلط في الحسابات اللي فوق، انا المهم عندي انك تمشي معايا السيكونس. بنفس الطريقه هحسب A2 و A3، ممكن اسيفهم على الاله دلوقتي. انا سيفت ده في ايه؟ طيب A2 هقول نفس الكلام، انت ممكن تفتح الفورمولا شيت او يعني عشان تتابع معايا لو حابب. A2 هيبقى برضو 1/β يعني 6 مضروب مقسوم على 0.05 مضروبة في الماس 71.356 زائد عندي قوس كده بيقول لي جامع البيتا، ده 3 ناقص 1، لان هو جامع البيتا دي 0.5 على 1/6، فانا طلعت 6 فوق ضربتها في نص يعني، مضروب الكلام ده في 89.794، الكلام ده هيديني A2 ب8742 0.308، ده كده A2 برضه هسيفه على الآلة، سيفته عندي بي. طب A3 بيقول لي 1/2β ناقص 1، دي 3 ناقص 1 لأن هو 1/2β ب3 مضروب في الماس 71.356 زائد دلتا تي 0.05 مضروب في قوس، قوس ده بيقول لي 3 ناقص 1 برضو، لأن احنا زي ما قلنا جامع البيتا بيساوي 3، فجامع البيتا ناقص 1 بيساوي 3 ناقص 1 يعني. اضرب ده في الكويجن اللي هو احنا كنا جايبينه بكام هنا، 89.794. في حاجة تاني؟ مفيش أظن. فده هيبقى 151.6914.
كده ناقص احسب جنبهم الكي هات، وكي هات احنا لسه قايلين ان الكي هات هتساوي كي زائد اي ون. الكي احنا لسه حاسبينها فوق ب 11300 اهي، 11300 زائد اي ون بسيطة، 11300 زائد اي، انا لسه مسيفه على الآلة الفا اي، طالع لي بقى ايه 187942.04. حلو كده، اسيف ده بقى ايه في خانه الدي. ممكن اقول لنفسي انا مسيف كل رقم فيهم فين علشان لو احتجته، ده مسيفه في الايه وده في البي وده في السي وده في الدي على الاله يعني. طب انا كده خلاص، انا كده اخش في الايتريشنز. الايتريشنز ممكن امشيها كده من غير جدول وبعدين ارص في الجدول، وممكن اعمل الجدول وابنيه، انت تشوف الاريح لك في المراجعه. بس طبعا لو فرشت يعني، لو الامتحان ريتن، انا مش فاكر الامتحان هيبقى ام سي كيو ولا ريتن، بس يعني لو امتحان ريتن طبعا هيبقى افضل لك انك تفرش، تبقى بتوضح حلك يعني. لو انت واثق من نفسك وعايز تجدول على طول جدول يعني. بس احنا ايه، احنا قلنا ان انا في اربع حاجات بحسبهم في كل ايتريشن، بحسب البي هات، بحسب اليو دوت، اليو واليو دوت واليو دبل دوت في الثلاثه ايتريشنز. حلو كده، ممكن نجيبها من فوق برضو علشان تبقى قدامنا، فننزل تحت كده عشان هنبتدي الايتريشنز، خليها هنا على جنب واحده واحده كده ايه، ونشوف الدنيا عندنا ايه. دلوقتي خلاص دخلت في اول ايتريشن، هخش طبعا يعني، خلينا نعمل الجدول، خلينا نعمل الجدول. انا حاسس ان انت ايه مش هتتبسط لو احنا عملنا الجدول افضل. طيب يعني نرفع ده على قد ما نقدر، ماشي. ادي يا عم جدول، اول خانه دي هنقول فيها ايه، اول خانه دي هنقول احنا عند انهي دلتا تي، بعدها هنقوم قايلين ده انهي بي، بعدها هنقوم قايلين البي هات بتاعك، بعدين هنقوم قايلين اليو، بعدين هنقوم قايلين، تعالى نوسع اليو شويه، خلينا نقول ان اليو هنا، بعدين اليو دوت واليو دبل دوت، برضو ممكن نوسع عليهم برضو سيكا البي هات يعني. بحاول ايه اوبتمايز المسافه شويه عشان يبقى الدنيا ايه مفتوحه. فاذا بي بي هات يو يو دوت يو دبل دوت، ادي الجدول بتاعك يعني. واحده واحده كده ايه، صل على النبي ان شاء الله ايه الموضوع هيعدي. اول صف عند تايم بكام؟ انا عارف التايم هنا هيبقى 0.05 صح، اللي هو هنا، انا بحسب هنا بقى. طيب هو الفورس عند تايم 0.05 بكام؟ انا عارف ان الاكسلريشن ب 0.4 جي بالموجب، موجب 0.4 جي ماشي. فاذا الفورس هتبقى سالب الماس في 0.4 جي، تمام. يبقى انا هقول ان الفورس اللي هنا دي هتبقى ايه، سالب مضروبه او سالب 71.356 مضروبه في 0.4 في 9.81. احسب ده بكام، سالب 71.356 مضروبة في 0.4 مضروبة في 9.81، ده يديني 280، سالب 280. إذا البي هنا سالب 280. طيب بي هات، نخش بقى على القانون ده، بي هات هيساوي البي اي بلس 1 ده، تعالى نكبر دي كمان، احنا ليه مش مكبرينها؟ عايزين نخليها كبيره كده ايه علشان نتعامل معاها. فانا بجيب دلوقتي البي هات، فالبي هات هتساوي بي اي بلس 1 ده ب 280 او بسالب 280. اي 1 في يو اي، يو اي بصفر، اي 2 في يو دوت اي او يو اي دوت بصفر، وده بصفر ليه؟ عشان في اول ايتريشن، لان ده كده الخطوه اللي قبلها عند دلتا تي بتساوي صفر. يعني انا كان ممكن اصلا ابتدي ايه الوضع بتاعي ان هنا صفر 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 اصفار كده، وبعدين ابتدي بقى الدنيا بتاعتي عند 0.05، فاهم قصدي؟ فساعتها عند تايم 0.05 البي برضو بسالب 280، فالبي هات بقى هتعامل دولا كده بالنسبه لي، هيبقى اسمهم يو اي
تمام، ودي كده بالنسبة لي اسمها بي اي بلس 1. وهنا القيمة اللي انا عايز اجيبها هنا، القيمة دي هي البي هات اي بلس 1. حلو كده، اتمنى يكون الوضع بقى واضح. يعني نحاول نرجع بقى ايه الكلام ده كله. بس انا طبعا ايه مفيش لازمة ان انا احط لك صف فيه صفار، فهنقول عند تايم بوينت او 5 احنا لسه حاسبين ده بسالب 280. طب بي هات هيبقى سالب 280 زائد صفار بسالب 280. جميل. طيب كده حسبت اول خطوة. طيب تاني حسبة، يو اي بلس 1 هتساوي البي هات اللي احنا لسه جايبينها مقسوم على الكي هات. الكي هات احنا مسيفينها على الدي هنا، واخد بالك؟ اللي هو الرقم ده. فاقوم قايل سالب 280 على الرقم اللي انا مسيفه هيديني نيجاتيف 1.4498 في 10 اس سالب 3. حلو كده، هنحاول ايه نعملها كده. طيب ده كده اليو، اليو دوت بقى، اليو دوت بتساوي جاما على، بص انا احبس بقى ايه في الحاجات اللي جايه دي، انت ممكن تحسب ده على بعضه وده على بعضه وده على بعضه علشان ايه تبقى عارف انت كل حاجه بتضرب في ايه، عشان ما تحسش نفسك بتتشقلب. جاما على بيتا دلتا تي، ممكن اقول لنفسي جاما نص يعني 3 على 0.05، الكلام ده كله ب60، يعني دي على بعض كده ب60. ممكن ايه اشطبها لنفسي حتى ابقى فاهم القانون بتاعي عامل ازاي دلوقتي. ده ب60 صح، وبعدين ده على بعض 1 ناقص جاما على بيتا، 1 ناقص 0.5 على 1 على 6، ده هيديني سالب 2، ده كده على بعضه سالب 2. وبعدين دلتا تي في الكلام ده هيبقى 0.05 مضروب في 1 ناقص، بعدين اقوم قايل نص على 2 في 1 على 6 هيديني نيجاتيف 0.025. ده كده كله. ليه انا عملت ده ليه؟ عشان كده اقدر اقول لنفسي معادلة اليو دوت اي بلس 1 بتساوي 60 اليو اي بلس 1 ناقص يو اي ناقص 2 يو اي دوت ناقص 0.025 يو اي يو دبل دوت اي. طبعا دي كمعادلة مقرية بالنسبة لك. ليه؟ لان انا عارف خلاص ان ادى يا عم انا رقم في شوية حاجات، رقم في شوية حاجات، ان انا مش هقعد احسب دول على الالة كل شوية. يعني ليه الانسان يعمل في نفسه كده؟ انا نفس الكلام هعمله في المعادلة اللي تحتها، هشوف ده على ده كده قوم قايل ايه ده 6 على 0.05 سكوير، ده هيبقى 2400. وبعدين ده كده، دي خلي بالك ان فيها سالب، فعايز ايه لو هشطب عليها هاخد السالب معايا برضو، هيبقى سالب 6 على 0.05 صح؟ دي كده هتبقى سالب 120، يعني ده على بعضه كده بسالب 120. بعدين دي ناقص برضو، فهبقى عامل حسابي في الناقص، يبقى نيجاتيف 1 على 2 في 1 على 6 ناقص 1. حلو كده، فده هيبقى سالب 2، دي اللي جوه قوس ب2 واللي بره سالب، يعني دي كده سالب 2. انا يعني برضو اقدر اكتب ان اليو دبل دوت لنفسي هتساوي 2400 في نقدر نقول دلتا يو ناقص 120 يو دوت اللي فاتت ناقص 2 يو دبل دوت اللي فاتت. طبعا كقانون هيبقى اسهل من ان انا اقعد كل شويه احسب الحسبه دي. طيب نحسب بقى واحده واحده. اول حاجه انا عايز احسب اليو دوت، فهتبقى 60 مضروبه في الديسبليسمنت الحاليه ناقص الديسبليسمنت الفائته. طب الديسبليسمنت الحاليه انا لسه حاسبها بنيجاتيف 1، طبعا باشارتها هتخش نيجاتيف 1.49 او 4898 في 10 اس سالب 3 ناقص صفر صح، لان دي كده بصفر. طيب بعدين يو اي دوت دي بصفر واي دبل دوت بصفر، عشان انا ايه لسه في اول خطوه، فانا عارف ان دول بصفار، يعني الحاجات اللي فاتت كانت بصفار كلها، فاذا هقدر اقول ده على طول كده هيديني نيجاتيف 0.5
0894. حلو كده؟ دي كده اليو دوت. طب اليو دبل دوت، اليو دبل دوت هتساوي 2400 مضروبة في نفس الكلام، نفس اللي هي نيجاتيف 1.4898 10 سالب 3 ناقص صفر، والترم ده هيبقى بصفر وده هيبقى بصفر، علشان طبعا ايه زي ما قلنا احنا في اول صف بس، فعشان كده هي مصفرة. فده هيديني السالب 3.576. خلينا كده عملت اول صف في الجدول بتاعي. هخش بقى على تاني صف. حلو كده؟ طيب تاني صف بيقول لي ايه تاني صف؟ انا كنت عند، انا هزيد 0.05 فهبقى هنا عند تايم بيساوي 0.1. اطلع للكيرف بس اشوف تايم عند 0.1 هنا ايه؟ عند 0.1 واضح ان البي عند 0.1 هتساوي صفر، صح؟ ليه؟ لان هنا مفيش اي اكسلريشن، صح؟ فاذا البي هنا هتبقى بصفر. طب هل البي هات لازم تبقى بصفر؟ لا، مين قال لك؟ دلوقتي هقوم داخل في الحسبه من تاني، هخش هنا تاني اقوم قايل بي هات هتساوي بي اي بلس 1 اللي هي بصفر زائد اي 1 في يو اي. ساعتها بقى اسال نفسي اليو اي هنا بالنسبه لي عامله ازاي وانا في الاتريشن دي، انا في الصف ده. اليو اي بالنسبه لي هي دي ال 1.49، واليو دوت اهي، واليو دبل دوت اهي. شفت انت بقى؟ فاذا الوضع اختلف دلوقتي. فاذا هتبقى صفر، انا دلوقتي بحسب البي هات، هتبقى صفر زائد اي 1 اللي انا عامله ايه مضروب في يو اي اللي هو مضروب في نيجاتيف 1.4898 10 سالب 3 زائد اي 2 اللي هي بي مضروبه في نيجاتيف 0.0894 زائد السي مضروبه في سالب 3.576. دي كده البي هات. البي هات طلع سالب 1045.36. عارف اكتبها كويس يمكن عشان القلم تخين قوي، حاول نرفعه شويه. حلو كده؟ كده جبت البي هات. طيب البي هات اللي جبتها هخش بيها على طول في المعادله اللي بعدها. اقسم البي هات على الكي هات. الكي هات احنا كنا مسيفينه في الدي، فاقسم على دي هيديني سالب 5.562 في 10 اس سالب 3. لاحظ ان الديسبيسمنت دي حاليا هي اكبر واحده، عشان دي كانت سالب 1.49 دي سالب 5. انا بتكلم على الابسوليوت بتاعها اكبر، يعني مش فارق معايا هي سالب ولا موجب، قيمتها اكبر قيمه يعني ليها كابسوليوت. كده معاه اليو، صح؟ اقدر بقى ايه اقوم داخل في المعادله اللي بعدها، صح؟ اقوم قايل 60 في الانسر اللي انا لسه جايبه ده، او في سالب 5.562 10 سالب 3، هطرح منه سالب 1.49، فاذا ده هيبقى بلس 1.49 10 سالب 3. ده كده اول تير اللي هو ده. بعدين هقول ناقص 2 في بوينت ناقص 2 في سالب 0.0894. بعدين هقوم قايل ناقص 0.025 مضروبه في يو دبل دوت اللي هي سالب 3.576. ده هيديني موجب 0.0239. حلو كده؟ انا عايز اشيك على الحسبه دي تاني. 60 مضروبة في فرق الديسبليسمنتس فيبقى سالب 5.562 10 سالب 3، هجمع عليها اللي فوق 1.49 أو 898 10 سالب 3. بعدين هقوم قايل ناقص 2 مضروبة في قوس، قوس ده جواه سالب 0.0898 أو 894 آسف، وناقص 0.025 مضروب في قوس سالب 3.576. تمام، الرقم مظبوط. طب اليو دبل دوت بنفس المنطق. انا يمكن حتى ايه
خلي بالك، لاحظ ان انا عندي 60 في حاجة ناقص 2 في حاجة وبعدين زائد 0.025 في نفس الحاجة، فانا ممكن اصلا اقوم بس ايه داخل في نفس المعادلة اللي انا كاتبها على الآلة، اقوم مغير بس الستين دي مخليها 2400، واخد بالك، واقوم داخل شوية مغير السالب 2 اخليها سالب 120، خدت بالك، وبعدين اقوم مخلي دي سالب 2. ده هيديني 8.107 او 67 موجب برضو 8.1067 كده. عديت الاتريشن التاني، عدي الاتريشن التالتة وهكذا، انا هعمل التالتة والرابعة، هعمل بوز احسبهم علشان مش مستاهلة بقى خلاص احنا حسبنا، او تعالى نحسبهم يعني انت جاري الحتة دي لو مش عاجباك. عند 0.15 هطلع للكيرف، عند 0.15 انا هنا الجراوند اكسليشن بكام؟ بنيجاتيف 0.4 جي، صح؟ فاذا بي 0.15 هيبقى نيجاتيف ام في نيجاتيف 0.4 جي، صح؟ فاذا هتبقى بموجب 280. هخش في البي هات، بي هات هتبقى موجب 280 زائد A1 في UI، UI بالنسبة لي هي دي جديدة دلوقتي اللي بالبنفسجي، وهكذا UI دوت اهي، UI دبل دوت اهي، اللي هم الحاجات اللي بقت بنفسجي اللي هي الاتريشن اللي لسه حاسبها. اذا هيبقى 280 زائد A1 مضروب في نيجاتيف 5.562 10 سالب 3 زائد B مضروب في 0.0239 زائد سي مضروب في 8.1067، ده هيديني سالب 492 0.01 أو 0.1 2 هي، هقسم ده على الكي اللي انا سايفه في الدي، هيديني نيجاتيف 2.6184 في 10 سالب 3، اقدر احط لنفسي خط برضو، لاحظ بقى ان ما زالت اللي هي سالب 5 دي هي اكبر واحدة فيهم. طيب اقدر احسب بقى اليو دوت واليو دبل دوت بنفس الكلام، المعادلة اللي فوق لو هي لسه موجودة على الآلة ممكن اقوم مغير بس في القيم اللي جوه، يعني انا عندي 60 جاهزة هحط سالب 2.6184 وهطرح منها ال، او خلينا نكتبها من الاول عشان ما نتلخبطش، 60 مضروبه في سالب 2.6184 10 سالب 3 زائد 5.562 في 10 سالب 3، بعدين الكلام ده هخش بعدها على سالب 2 وافتح قوس احط فيه الرقم 0.0239، بعدين هقوم قايل سالب 0.025 وافتح واقفل واحط فيه 8.1067، الكلام ده هيديني نيجاتيف 0.07386 أو 739. بعدين هخش على اللي بعدها، بدل الستين هخليها 2400، بعدين بدل ال 0.025 في الآخر دي هخليها 2، والبتاع اللي في النص هخليها 120، هيديني سالب 12.017. حلو كده؟ فاضل اخر اتريشن عند تايم بيساوي 0.2 لان دي اخر حته، تعال نشوف ايه اللي هيحصل فيها. اذا انا هنا عند 0.2 انا عارف ان البي هتبقى بصفر، ليه؟ لانها واقف هنا، صح، مفيش جراوند اكسلريشن، فاذا مفيش عندي فورس. جميل. طيب بي هات بنفس الطريقه، الفورس دي بصفر بس انا عندي يو اي ويو دوت اي ويو دبل دوت، فاذا اقول لنفسي A1 مضروبة في اليو دوت اللي هي دي 2.61 او سالب 2.61، متنساش الاشارات في البتاعة دي عشان هي مستفزة جدا الصراحة، زائد A2 مضروبة في البتاع ده نيجاتيف 0.0739 زائد C
مضروبة اللي هي A3 يعني مضروبة في سالب 12.017، ده الـ P هات سالب 1110.7. جميل، هخش بقى احسب برضو بقى اقسمه على الكي هات، هيديني نيجاتيف 5.9098 بقى 10 سالب 3، حلو كده. دي كده اكبر displacement حتى الان. بعدين اقدر احسب بقى اليو دوت واليو دبل دوت. انا ما عنديش iterations تانية، فانا يعني مش متخيل ان انا محتاج احسبهم، بس خلينا نقفل الجدول. تعال نحسبهم يا سيدي. هنقول 60 مضروبة في 5.9099 10 سالب 3، هجمع عليها 2.61، تمانية أربعة 10 سالب 3، بعدين هقوم قايل سالب 2 مضروبة في يو دوت اللي هو نيجاتيف 0.0739، بعدين هقوم قايل ناقص 0.025 مضروبة في سالب 12.07، ده هيديني موجب 0.9599. بعدين اقدر احسب بنفس الطريقة الاكسلريشن، خلي دي 2400 وخلي اخيرة 2 وخلي اللي في النص 110، هيديني 53.37. طيب هل احنا كده خلصنا كل اللي هو عايزه؟ لا، ارجع كده ابص في السؤال، كان بيقول لي هات الماكسيمم ابسولوت دايناميك ديسبيسمنت. خلاص احنا عارفين ان هي اليو ماكسيمم، اقدر بعد كل جدول ده اقوم قايل له هنا على جنب ان اليو ماكسيمم هتساوي 5.9099 في 10 سالب 3 متر، حلو كده. وبعدين هو بيقول لي ارسم لي بقى كورسبوندينج بيندينج مومنت. كورسبوندينج بيندينج مومنت، طيب انا عايز بيندينج مومنت دايجرام. لاحظ ان انا النقطة هنا لما كنا بنجيب الاستيفنس كنا بنقول الاستيفنس هي عبارة عن 3 اي على ال كيوب زائد السبرينج. فاذا الديسبليسمنت دي بتقام بحاجتين او بتتوزع على حاجتين، ارجع بقى للكورس بتاع الترم اللي فات، جزء منها السبرينج بيشيله ككمبريسيف فورس، تمام، او البي ايكوفالنت اللي جاي هتتوزع، جزء منها هيروح للسبرينج وجزء منها هيروح يعمل هنا بيندينج مومنت. فاذا لو انا حبيت اقوم قايل البي ايكوفالنت اون بيم، عشان عايز ارسم بيندنج مومنت على البيم، هيساوي اليو ماكسيمم مضروبه في كيه البيم، حلو كده. فاذا اليو ماكسيمم اللي عندي دي هضربها في كيه البيم اللي هي 3 اي اي على ال كيو اللي هي 10000. فاذا 5.9099 10 سالب 3 هضربها في 10 اس 4 هيديني 59.099 كيلو نيوتن. دي كده البي ايكويفالنت اللي انا هحطها على الكانتليفر هنا، يعني انا هحط كده 59.099 على الكانتليفر اللي ارتفاعه 6 متر، وارسم بقى البيندنج مومنت هتلاقيه، طبعا هي الفورس رايحه جايه، فاذا هتلاقيه كده كده، اضرب الفورس في 6 هيدي لك 354.59، ده كده كيلو نيوتن متر. دي كده المساله اتحلت. انا مش هخش في تاني مسألة لان الفيديو داخل على ساعة ومش مستاهلة، يعني انا حليت معاك ومشيت الارقام. طبعا انا ممكن اكون غلطت في اي لحظة في اي حاجة في دولان، يعني ما اقدرش اقول لك حاجة، يعني انا بحلها الاول، يعني المسألة دي ما كنتش مجهزها يعني، فانت وحظك معايا يعني هنعمل ايه. لكن اتمنى تكون فهمت يعني الفكرة بتاعت، بس كده.